انت اكيد يا اغاني الحب كلاسيك. بقى والكلاسيكيات الناس الجامدين بقى لا ورده وام كلثوم وفايزه ونجاه وعبد الحليم وفريد الاطرش طبعا يعني فيروز وكله يعني طبعا طبعا. مين من الاسامي دي انت تاثرت بيه اكتر حاجه؟ الست ورده وعبد الحليم صراحه. من الكلاسيكيات كانوا الاقرب لي. يمكن كان هيك ستايل اللحن كتير بيجذبني وانا شوي حبيبه يعني شويه رومانسيه جدا برج العقرب رومانسي فكنت دايما عبد الحليم والست ورده انا بعشقها يعني الله. قابلتها اكتر من مره وبعشقها وغنيت بحفل لتكريمها. واستاذ عبد الوهاب يعني كمان من عشاقه وغنيت بمصر بدار الاوبرا وغنيت له. كان دايما اني احرص اني اي برنامج يكون عندي اغني لاستاذ عبد الحليم. اوكي عبد الحليم فعشقي يعني. تختاري لي ايه عبد الحليم؟ أحلم بيك. بحلم بيك. الله كل يوم بحلم أغنية بيك. أغنية جميلة بحلم بيك دي.